أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يفتي طالب العلم بالفتوى، وما ضابط ذلك؟ وإذا طلب منه ذلك هل يفتي؟ طالب العلم لا يفتي، لأنه لم يصل إلى حد الإفتاء، إنما يفتي العلماء المتمكنون من الفقه ومعرفة الدليل، هؤلاء هم الذين يفتون. والفتاوى على قسمين: فتاوى فردية، وهذه يفتي فيها كل عالم يتقي الله وعنده علم بالجواب. والنوع الثاني الفتوى العامة التي للمسلمين، المجتمع المسلمين، هذه لا بد أن تكون الفتوى تسند إلى جهات علمية مخصصة، مثل المفتي واللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء، هذه تسند إليها القضايا، الفتوى في القضايا العامة والمشكلة، ليست الفتوى مباحة لكل أحد. نعم.